نسبها. أيوة. وبعدين قال فض ولديني، قال فض بذات الدين تربت يدك. سفيان عنده كلام يعجبني في ترجمة الإمام سفيان رحمة الله عليه، يقول نحن أربعة إخوة، يقول تزوج أخي للمال فافتقر، وتزوج أخي الثاني للجمال فذل، وتزوج أخي الثالث للحسب والنسب فقل، وتزوجت للدين فرفعني الله عز وجل. سفيان الثوري معروف ما يحتقر. في رحلة الحج يقول لك كما جاء رؤيا، واحد راكب بعير وواحد بيشده وواحد يدلهم على الطريق، مين هم الثلاثة هدول؟ الإمام مالك وسفيان والأوزاعي. شفت الرفقة العجيبة هذه؟ سبحان الله. فلذلك الإمام مالك رحمه الله لما مات أبوه أمه ربته صاحب الدين، ولما كبر قليلا عممته وقالت اذهب لربيع فخذ من أدبه وسمته ودله قبل علمه. وأم سليم لما مات زوجها كافرا وترك أنسا أخذته وهو ابن 9 سنين وقالت خويدمك أنس يا رسول الله عند البخاري ومسلم عليه الصلاة والسلام. فصاحبة الدين أخي الحبيب لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ودائما المرأة سبحان الله اللي فيها دين وفيها خير تحب زوجها وتحسن إليه مهما بلغت بينهم الخلافات، لكن يرجع لها دينها. والله عز وجل حسم تلك القضية فقال في سورة التحريم أن يبدله أزواجا خيرا من كن. هذه هي صفة الزوجة أخوان، مسلمات مؤمنات قانتات صحبة ليل عابدات عبادة صيام وقيام سائحات صائمة ثيبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تذنب تتوب عابدات سائحات صيام ثيبات وأبكار. يعني ما يضرك إذا وجدت الصفات هذه في ثيب دون البكر خذها. جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري لما مات أبوه عبد الله بن حرام الأنصاري في غزوة أحد وترك له 9 بنات أخوات، رآه النبي بعد فترة عليه الصلاة والسلام فقال تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال بكر ولا ثيب؟ قال لا ثيب يا رسول الله. قال ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال إن عبد الله يقصد أبا قد ترك 9 نسوة فأحببت أن آتي لهن بمن يجمع شعثهن، أجيب وحدة لما مش وحدة كمان تكون زيهم وأقعد أنا بدل ما ربي 9 ربي كم 10. فانظروا إلى ماذا فعل بنفسه، ترك حظ نفسه من أجل أخواته. يا إخوان الجمال يروح يذهب صح ولا تبع عمرها تقعد هي سندريلا يعني مش على بطل عمرها تكبر خلاص انتهينا، لا المسارح هتنفع ولا عمليات الشد هتنفع ولا الساونا ولا الجيم ولا التخسيس خلاص. يقول شيخنا الشيخ أبو ساق الحويني يقول إذا تزوج المسلم مع المسلمة ذهب شهر العسل وبقي بينهم قبة الاحترام. احترام خيمة إيش الاحترام، تقدرني وقدرها. إيه الشيخ أبو ساق يتكلم عن سوء الاختيار، يقول جاني رجل المسجد فقال لي زوجتي يا شيخ سبتني ولعنتني بأبوي وأمي وضربتني بالشبشب أطلقها؟ أطلقها؟ قال له لا 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 اصبر اصبر. قال له واحد زاد أقول له طلقها إزاي؟ أنت صبرت لحد ما تشتمت بأبوك وبأمك وضربت بالحذاء وجاي تسألني أنا؟ إذا معناها أنت لست جادا في هذا الأمر. قال له اصبر، قال له اصبر لحد ما ربنا إيش يسر ويهدي لك الزوجة هذه. فلذلك يا إخواني ينبغي المسلم فعلا أن يحسن اختيار الزوجة. ما يأتي يقول الإنسان لم تعد له والله بيوت الناس وبيوت المحترمين والمحترمات كثيرة جدا. وينبغي للمرأة أن تتقي الله عز وجل في تربية الأبناء. الزوج جزاه الله خير خارج في العمل ومع النصب والضغط، يا أخي انظر للمرأة المباركة هذه أم يعني زوجة أبي طلحة رضي الله عن الصحابة أجمعين، هذه المرأة اللي هي أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، تقول سبحان الله خرج أبو طلحة وله ولد مريض قال فمات فغسلته وكفنته وجعلته في طائفة من البيت. فرجع أبو طلحة قال كيف هو؟ قالت أسكن ما يكون، هذه فيها معاريض، أسكن ما يكون خلاص مات، لكن هو فيهم أسكن ما يكون معنى إيش؟ أنه بارئ وأموره طيبة. قال فأعدت له طعامه وفراشه وأصاب منها، فلما انتهى كل شيء وكذا قالت أرأيت لو أن لنا
لجيراننا عارية عندنا، فأخذوها سلفونا شيئا لخدمة البيت وجأخذوا. أكان أكنا نمنعهم؟ قال لا. قالت احتسب ابنك. قال أبعد أن تلطخت سبتيني وكذا؟ وراح اشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعرستم الليلة؟ يعني أصبت منك ما يصيب الرجل من زوجتين؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، وشال الولد ودفنه. قال فإذا به يرزق بعد ذلك بعشرة من الولد. مش المرة اللي تدخل تقول لك انت فينك يخرب بيتك ما بتجيش ليه وامورك منيلة والولاد تعبوني وانت حالتك بال... ولا تدخل تلقى المرة جزاء الله عفى الله عنا وعنها انها على شاشة ايش، اما شاشة الواتس اللئيم ها، واما على الشاشة التي هي امامها من شاشة التلفزيون، والابناء لا تربية ولا توجيه. اين نحن من امهات المؤمنين رضي الله عنهمنا اجمعين؟ واين نحن من النبي عليه الصلاة والسلام لما اول ما يدخل عند ميمون كما عند البخاري يقول أنام صلى الغليم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ لا بد يا إخواني، لأن ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبي. لا بد، نحن الأمة تحتاج مع شدة الأمراض التي انتشرت عند الناس تحتاج إلى فعلا امرأة تقيم البيت في غيابك. انظر إلى صفية رضي الله عنها وأرضاها كيف كانت تربي الزبير بن العوام، عجيبة، حتى تضع في الأماكن المظلمة. يقولون إنك تخيفينه، قالت كلا بل أربيه لكي يلب ويقود الجيش ذا الجلب. كان الزبير يقاتل بكلتا يديه، تزوج أسماء وكان رجل له غيرة، وكانت أسماء تأتي بنوى التمر من مكان بعيد لتعلف له دوابه. ومر راها النبي عليه الصلاة والسلام قال فتذكرت غيرة الزبير دول أسماء فلم أركب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف الأدب فيه، ليست سلفة من النساء لا خراجة ولا ولاجة. هند بنت عتبة رضي الله عنها أم معاوية تهدد في معاوية تربي فيه، فيمر الرجل يقول إن شاء الله يسود قومه، قالت إن ساد قومه قلوته، قالت إن ساد قومه قلوته، قالت يسود قومه بس أنا أكرهه. قال وش تبغي؟ قالت إني أجهزه ليسود الدنيا كلها. شوف الطموح العالي، امرأة عندها طموح قالت أنا بجهزه عشان يسود الدنيا كلها مش يسود بس قومه. هذا عارفين احنا من زمان احنا السيادة موجودة فينا، فابوه فابو سفيان، لكن أنا أبغى أن يكون حلمي فيه أكبر من حلمي فيه والده رضي الله عن الصحابة عن الصحابة أجمعين. وهكذا، لكن المرأة السيئة عمران بن حطان روى له البخاري، وكان شاعرا سلفيا وكان دميما، وكانت ابنة عمه جميلة فكلف بها، وكانت خارجية ترى بفكر الخوارج عفنا الله وإياكم، فأراد أن ينكحها فنصحوه قالوا لا تفعل فضل بذات الدين. قال لا أريد أن أهديها، ما عليكم أنا بهديها بصلح أفكارها. قالوا نخشى أن تهدك الضيع. قال لا فين ما تهدني أبدا. فتزوج فإذا به يصبح خارجيا والعياذ بالله، ويكتب شعرا في عبد الرحمن بن ملجم ويقول وضربة من تقي لعلي يريد بها عند ذي العرش إقدام والعياذ بالله. وأصبح يرى بفكر الخوارج. فيا أخوان حتى لو طالبين المقام تبغى امرأة ذات دين انتظر سنة سنتان تبحث وترتاح بقية عمرك إن شاء الله عز وجل. أفضل من أن تتزوج سريعا تقعد بقية عمرك وانت جالس إيش تعاني، أشوفك نايم في الشارع ولا في السيارة على طول، ولا لابسني ثوب ليس له أي علاقة به، قميص ما له علاقة بالبنطلون أنت لابسه، ما في بينهم أي نوع من التناسق اللوني، أو أنك تفعل مثل ما ذلك فعل ذلك الرجل جاء المسجد بفنيلة وسروال أبو فنيلة وسروال عفان الله وياكم. إيش بك وينك ما لابسك؟ قال أنا لابس ثوب. فين؟ قالوا قال الله قال إحنا في حالة معلم الله عز وجل، طالع من البيت نسى ثوبه. والله يا إخوان شيء عجيب، نسأل الله العافية والسلام، فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجعلنا من الموفقين المباركين، يصلح نساءنا وبيوتنا يا رب العالمين. الله صلى الله عليه وسلم تنصحنا فيها أو لو حتى لو في كتاب جيد كذا ومثلا. والله شوف أول شو أول شيء في تربية الأولاد، يعني أمس أحد الناس يرسل لي يقول لي يا شيخ برنامج تفسير أحلام في قناة كذا والمرأة جايبينها بصدرها عاري ومش عارفة. قلت له أنت من قالك دخل القناة دي في بيتك؟
انت قلت زعلان على ابو صبري حاليا، زعلت على نفسك جزاك الله خير. الله، بعض الناس عجيب، يرى القذاة في عين اخيه ولا يرى العود في عينه. هؤلاء باعوا دينهم والعياذ بالله للشيطان. انت من قال لك دخل القناه؟ فنقول يا اخوان، اول تربيه الابناء ان تخرجوا القنوات هذه من بيوتكم، وبالذات القنوات التي تزعم انها قنوات اسلاميه وفيها التمييع. في بعض القنوات يقول لك اسلاميه لكن كلها ايش؟ ميوعه. والله اتصلت بي نساء ابتلينا بعشق لبعض المذيعين في مثل هذه القنوات، ميوعه. اي أيوة والله يا اخوان كم احكي لكم، ولا اقول الا صدقا ان شاء الله، ميوعه مثل هذه الاشياء. ثانيا اخي الحبيب، عليك ان تنزل المواد النافعه للابناء مثل الكرتون الاسلامي الخالي من الموسيقى ومثل هذه الاشياء. عليك ان تجعل مجلسا لاولادك في الاسبوع مره، وان شاء الله مكتبه دار القاسم اللي في حي الجامعه في شارع باخشب مليئه بالاشياء التي الفت للاطفال من كتب نافعه ومن قصص تناسب اعمارهم ومن سيديهات فيها ماده تناسب امورهم. ها؟ طول الاسبوع شغال، حتى الجمعه تجدها شغاله بفضل الله عز وجل. شارع بخشب هناك تسال فين المكتب يدلوك عليه على مكانها. لابد نجعل هذا. ثانيا عندنا الاذكار للاطفال. يعجبني احد الناس اتى بمؤدب لابنائه جزاه الله خير. هذه سنه يا اخوان، نحن ما عندك وقت انت جيب رجل. كم انفقنا على الملابس وعلى السيارات وعلى البيوت وعلى الاطعمه يا اخي. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتعبت نفسك بما فيه خسرانه، أقبل على نفسي فاستكمل فضائله، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانه. يا أخي نريد أن نصرف على أولادنا، على عقول أولادنا كما كان يفعل السلف. هات يأتي بمؤدب وسبحان الله جايب لهم جزء النبأ، ها، وجايب لهم حصن المسلم الحجم إيش الكبير. وجزاه الله خير هذا المؤدب، يعني يأتيهم أيام في الأسبوع أو يذهبون إليه ويحفظهم من القرآن ويحفظهم من إيش؟ من الأذكار، ويجعل لهم قصة في نهاية المجلس. ربما لمشاغلك لا تستطيع، لكن تجد من يقدر يقوم بمثل هذا الأمر، وتجد ثمرته فيما بعد. وربما أن ابنك لا يستقبل منك لكن يستقبل من، لابد أن نحن نقدر مثل هذه المسألة. أيضا نحن قادمون على مواسم طاعات عاشوراء كذا، حضر مادة لأبنائك جزاك الله خير تحدثهم عن فضل الزمان والمكان. وهذا كتاب اسمه لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي، لطائف المعارف لما في الأيام والشهور من السنة من الوظائف. ما ترك 360 يوم إلا تكلم عن أي يوم فيها، سواء كان بالبدعة حذر منها أو بالسنة فدعا إليها. أنت ما تعرف جمع هذه المادة. أيضا نريد أن نجعل غرفة المصلى في البيت، يعني تكون غرفة أشبه بمصلى. طب يقول لك طب أنا بيتنا ضيق وكذا، نقول ما يمنع تصبح غرفة الأولاد هي أقرب للمصلى ولاجتماعنا، أو الصالة على الأقل أقرب للمصلى ولاجتماعنا، ونجعل فيها مكتبة صغيرة فيها كتب الأولاد اللي هذول، وفيها السيديات التي هي لهم، مع كمبيوتر خاص موجود في مكان يراه الجميع، ها، يستعمله الأبناء بالتناوب حسب سلسلة محددة، المنشاوي، المصحف إيش؟ المصحف المعلم، قصص الأطفال للشيخ أبو عمار المصري، أمهات المؤمنين، وهكذا. البنات لهم برنامج والأولاد لهم برنامج. بعد ذلك أيوة، بعد ذلك نجعل أخي الحبيب الغالي مسألة مهمة جدا، وهي أننا نربيهم على اهتمام الصلاة. مهمة جدا مسألة الصلاة دي، مهمة جدا، عرفتم؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مهم جدا مسألة الصلاة. والبنت نبدأ نجيب لها الاستاهل للصلاة، والولد يبدأ نخليه يتجهز للصلاة بأفضل ما عنده من ثياب، ويكون فيه طيبة وعودة وشيء موجود لكي خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونعظم له أمر الصلاة. ابني أخذ معي المسجد، البنيات في البيت، ولا مانع أن أصلي بهم حتى لو كان نافلة في داخل البيت. نقطة مهمة يا إخوان هي سبورة الإنجاز. نجيب سبورة ونضعها في البيت، هذه سبورة الإنجاز، أحمد وعلي وفاطمة ونسيبة وفلان وكذا، أنت فين؟ هذا في النبأ، وده في التكاثر، وده في الماعون. هذه سبورة الإنجاز الأسبوعي، وعندنا كل يوم تتغير فيها المهام، وكل يوم عندنا فيها سؤال، أو كل أسبوع عندنا فيها سؤال، من هو الصحابي الذي كان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام؟ تشتري كتاب موجود في كتب ألف سؤال وجواب للأطفال موجود،
وكل يوم تنزل لهم سؤال وتقول للأولاد اسألوا الوالدين أو اتعاونوا مع أنفسكم لا مانع. نقسم كده فرق، فريق ده وهكذا، واللي يجاوب يكتب في ورقة ويخليها لي ونجيب صندوق، هذا صندوق إيش المسابقات داخل البيت، حتى لو كان علبة النيدو يا أخي بعد ما أكلت وشربت فيها خليها، يعني ما في داعي لا نتكلم عن تكلفة نحن وتضحى فين فيها. وناجي في نهاية اليوم كده على العشاء على الغداء على اجتماع الأبناء ناجي نعمل التوس أو نعمل القرعة ونطلع مين اللي جابت الصحيحة أولا، وبعدين نطلع مين إيش مين الفائز. أيضا عندنا صندوق اسمه صندوق التبرعات، نعلم أولادنا بياخذوا كل يوم 3 ريال ما شاء الله في المدرسة صح، نخلي في صندوق صندوق التبرعات ونتكلم عن الصدقة، تعلم الولد من صغره يكون دونيتور، يكون ان هو ايش يدفع. ايضا لا مانع تكون مع ابنك في السياره ولقيت احدى النساء المحتاجات تدي لابنك، تقول له روح اديها للخاله هناك يا بابا، روح اديها للمراه اللي هناك، ما تناديه ما تناديه اقول لا بابا عيب، احنا نذهب اليها ونعطيها في يدها نقدرها، ما نقول لها تعالي خذي. تعلم مثل هذا كما كانت عائشه تطيب الصدقه قبل ان تلقيها في يدي في يد ايش في يد السائل. ايضا لابد يكون عندنا في اليوم كل يوم قيمه جديده للاطفال تناسبهم الكذب، لان الاطفال اذا كانوا في البيت يتحولوا كل واحد يكذب على الثاني لكي يصل الى قلب من والديه. نعلمهم الايثار وليس الاثر، الايثار وليس الاثر، نعلم حب المساعده في البيت. تلقى الاطفال الواحد يوم ياكل وما يكمل اكله عشان ما يلم ايش السفره في النهايه، لا نقول عنده حب ايش التعاون، ونقول ترى اللي حيلم السفرة حيكون له جائزة في نهاية إيش في نهاية الأسبوع، حنعمل جدول كلهم يتحولون إلى إلى إيش إلى إلى المساعدة، كلهم يتحول إنهم يكونوا سبحان الله يدا واحدة في داخل في داخل البيت. وأيضا الأمور العظيمة المهمة جدا لابد أن نعلم الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. طلعنا على البحر على كذا على كذا، فيقول لك يا أبي هذا بيشيش، نقول له روح قل له هو عيب، قل له حرام، أو أنت خذ بيدك إلى ابنه وانقل له تلك الرسالة خليه يكلمه. وجربها بعض الناس أثرت كثيرا في بعض منهم، من كان يقبل الطفل يقول جزاك الله خير وأبشر وكذا إلى غير ذلك، فينشئ الطفل من صغره أنه يبغض هذه ليش المظاهر، ويعلم أنها لا تصح وأنها لا تجوز. وفوق هذا كله لو ينبغي أن تكون أنت قدوة حسنة لمن لأبنائك، لا يرونك أنك تغتاب، ولا يرونك تقع في نميمة، ولا يرونك تسمع أغاني، ولا يرونك أن تشاهد قنوات، ولا يرونك أنك كذا، لأن كل ابنة معجب بأبيها معجبة، وكل ولد هو ابن أبيه وابن أمه، يأخذ منه يمتص، أنت ما تدري ترى، أنت ما تدري، لكن تلقى يتقمص شخصيتك تماما ويقلدك تماما، حتى ما يكبر فترة يقول لك أبغى سيارة، أبغى كذا، أبغى كذا، أبغى كذا. فبمثل هذه الأمور وأحذر يا أخوان من هذه الألعاب، ألعاب السوني والبلاي ستيشن، حقيقة هذه ألعاب سيئة جدا، يكفي فيها والله في بعض الألعاب النساء تظهر عليها بذات ألعاب المصارعة، بل في بعض الألعاب جزاكم الله خير تظهر فيها بعض النساء في مباراة كرة القدم بتاعت البلاي ستيشن تقبل اللعيبة وكذا ومثل هذه الأشياء، وهذا شر مستطير يا أخوان هذه الألعاب لعب بلاي ستيشن وغيره. طيب ما الحل؟ الحل أنا أخذ أولادي بنفسي وأطلع بيهم إلى البرية، أطلع بيهم إلى ذلك المكان، نطلع نتمشى، أجعل أولادي في التحفيظ النافع، التحفيظ السلفية الوسطية، ويكونون مع نشاطاتهم، أعمل لهم اشتراك في المسبح، أعمل لهم اشتراك، علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، مثل هذه البرامج إيش الصغيرة، بعد ذلك تلقى نفسك أنت ربنا عز وجل يلهمك الأفكار شيئا فشيئا. هي المسألة كلها في التأسيس، إذا أنت أسست ارتفع البناء، وفكرة تأتي بفكرة. وختاما ينبغي أن نجعل البنات كل واحدة تحضر لي صحابية، وكل ولد يحضر لي صحابي، وموجودة كلها تلقوها في المكتبات، موجودة جدا هذه الأشياء. أنت تكلمنا عن خديجة، وأنت يا بابا تكلمنا عن سودة، نبدأ بأمهاتك المؤمنين وبعدين بقية الصحابيات الكرام. وفي كتاب جميل جدا اسمه صحابيات حول الرسول للشيخ برضو أبو عمار المصري، هذا الرجل يعني أي كتاب يشتروا، وعنده كتاب اسمه صحابة حول الرسول جمع 101 صحابي، من أمتع ما قرأت، لأن هذا الرجل الله يوفقنا وياه الشيء الجميل يكتب ويخرج الأحاديث. محمود المصري نعم،
يكتب ويخرج يكتب ويخرج يكتب ويخرج. والعجيب ان الشيخ محمود المصري الله يثبتنا وياه كان مغنيا، كان مغني اسمه، كان يسموه محمود الخطيب، كان مغني. لكن نسأل الله عز وجل يعني يثبتنا وياه وكل مسلم. اذا نقدر نغير؟ نعم نقدر نغير، ونستطيع ان نغير، ونستطيع ان نتغير، نستطيع ان احنا نخرج جيل يكون جيلا وسطيا محبا لبلده، محبا لوطنه، محبا لدينه، محبا لسنة نبيه عليه افضل الصلاة واتم التسليم. والاستثمار الحقيقي هو استثمار الابناء والله يا اخواني، ده الاستثمار الحقيقي. ولذلك دلالة ذلك ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعين وجعلنا هذا مستقبل للمتقين اماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله يجزاك الله خير من منكم.